من ناحيه الماء كنعانيو بزاف منه، كنعانيو منه بزاف اولدي، واخا قرب الماء كنعانيو منه. عندنا مشكله من جهه البيار اللي وكحوا لينا الماء، كنمشيو نسقيو من عندنا شويه قاصحه، كناخذوا بوطويه ترى نقدروا نطلبوا على البوطه الثانيه. اليوم عندنا البيار عندنا كل شيء، ولكن واكحين، وباش شي واحد كيتحمل مسؤول يجي يشوفهم ولا ولا ما كاينش اولدي، ما كاينش زعما اللي عمرو وقف لينا في الباب ولا قال لنا من ناحيه الماء ولا ما كاينش. كنطلب الله سبحانه وتعالى، الله يجعل ربي الامور يصوب، ولكن خاصنا واحد المجهود على قبل باش يجيبونا العوينات تاع الماء اولا ينكسوا لنا هذوك البيار. كنجيبو عين من عند الجيران اللي عندهم البيار، كنطلبوهم يعطيونا ديك البوطه تاع الماء، الله يجازيهم بخير. بوطه وحده ما كنفوتوهاش، ما لا الا اذا كان مقطوع الضوء ما كنسقيوش يومين او ثلاث ايام على حسب البومبه باش كيدور الضوء. راه كاين بعض المرات ساعه ويا ترى ساعه ويا ترى باش نجيبوا الماء، بزاف علينا. يلاه انا البوطه ديالي تاع 200 لتر يلاه كتورد ليا البهيم، والصابون مره في السيمانه بزاف. هاد السكن هنايا كنعانيو بزاف من هاد المشكله تاع الماء، كنعانيو منها بزاف كاع. كنوردوا منهم البهيم، كنشربوا منهم، كنطيبوا منهم بزاف الحوايج، كان زعما محنين شويه في الماء، محنين بزاف كاع. كنطلب الله من هاد الناس المسؤولين اللي يجوا يراقبوا لينا شويه البيار اللي وقحوا لينا، راه حنا مأزمين عام دابا، عام وحنا كنقاسيو على يعني هاد الساكنه كلها. الا درتي هاد السد الواد المالح دوار ولاد مؤمن، راه حنا عندنا ازمه تاع الماء، عندنا ازمه ولدي تاع الماء بزاف كاع.